دكتور، نرجع تاني للأسرة، وخليني بصراحة أكلم حضرتك بمنتهى الأمانة. يعني إحنا كأسر مصرية، يعني حضرتك بتدينا دلوقتي تدريبات إن إحنا نحاول نشتغل عليها، ولكن الواقع مش بيبقى كده. يعني الواقع أنا بكون متوتر كطالب، أو البيت بيحاول يسندني، أو الطالب يكون متوتر والأسرة كمان متوترة، وبعدين بحس إن الموضوع مراحل. إيه داخلين امتحانات، إيه نصبر بقى نشوف النتيجة، النتيجة هتظهر نعمل فيها إيه، طب عايزين بقى نبتدي نستعد للدروس. تحس رعب 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 لغايه ما الواحد بيوصل لمرحله، سواء الطالب او سواء الاسره، يعني ان هم بيجتمعوا مع بعض ان هم يعلوا فئه التوتر اكثر واكثر. ايه رايك يا دكتور؟ ده حقيقي، وانت يا مايكل بتجيب فعلا من الواقع، وده الواقع اللي بيحصل للاسف، ولكن ده بنسميه واقع مرضي. انت عشان كده اتكلمت عنه ونبهتني ان هي ظاهره مرضيه ولازم نبطلها. واشكرك واشكر الاستاذه الزميله الموجوده معاك انكم فعلا بتعملوا الفوكس على الحاجه المهمه جدا، ودايما صباح مي بيركز على القضايا المهمه بتاعت الساعه. نشكركم بجد. يعني الناحيه الثانيه، الاسره، خوفك وقلقك اوقات بيكون غير صحي. أنا مش بمنع الخوف ولا ضد الخوف ولا لا، دي مشاعر موجودة جوانا، فبالتالي المشاعر دي مهمة وليها احتياجة، بس المبالغة فيها مش أحسن حاجة. لا، خاف على أولادك ويبقى في ما بيننا قلق من الامتحانات، مفيش مشكلة، واللي بنسميه القلق المرحب بيه، القلق اللي بيدفعني للأمام، القلق اللي بيخليني أنجز المهام. ودايما نحط خطة واتفاقات، لازم نتفق، لازم انا كأب كأم، حتى لو انا كطالب نفسه، لازم اتفق مع الاولاد كده اني بتيجي علينا لحظات بيبقى مرعوبين فيها، لازم نقعد جنب بعض ونطمن بعض، لازم يعني نقعد كده نتجمع يعني على الغداء او العشاء ونقول صلاه جميله كده ربنا يطمنا بيها، ومعانا ربنا موجود معانا يتعامل للامام. لازم نقول بعض الكلمات الايجابيه لبعضينا. خد بالك عزيزي الاب وعزيزي الام، انا عارف انك قلقانه ومتوتره وبتدفعي فلوس كتيره جدا عشان توفري احتياجات اولادك، ده انا واصل لي جدا جدا، بس زي ما بتقدم لهم الاكل والشرب ومصاريف الحاجات اللي هم عايزينها، محتاجين ومهم واساسي ان احنا نقول الكلام الايجابي اللي انا بقوله، وده الفارق، ده الاساس. بينسوا انك دفعت فلوس، بينسوا فلوس السنتر والدروس الخصوصيه، بينسوا مصاريف المدرسه، بينسوا اللبس، بينسوا كل حاجه، بيفتكروا الكلمه الطيبه والكلمه اللي كويسه اللي بنقولها لهم، الكلمه اللي بتدعمهم، الكلمه اللي بتطبطب عليهم، هي دي اللي بيفتكروها، ويفتكروا دايما احنا ايه المواقف الصعبه اللي مرت بينا، مين اللي كان موجود معايا وحس بيها. الفلوس مش بتكون موجوده، بتوفر لي حاجات ومهمه، مهمة جدا جدا، بس برضو الكلام الحلو والكلام الداعم والكلام الإيجابي ليه أثر السحر إن يخرجنا من خطورة المشكلة. وأنا أقصد كلمة أثر السحر دي اللي هو بيبقى تخيلنا إحنا إن الموضوع بيتغير بسرعة، بيتغير بطريقة سريعة جدا، بتغير بطريقة مش متخيلينها، فبالتالي ده فعلا بيحصل ببعض الكلمات الإيجابية. يعني أنا مثلا بقول النهاردة من اروع حلقات ميسات، وكل يوم عندكم في صباح مي الدنيا حلوه، يعني ده حقيقي بتقدموا وجبه حلوه جدا جدا. مايكل بيحس ان هو فخور، وانت كمان تحس انكم فخوره، فاولادنا لما اقول له صباح الخير انت النهارده شكلك حلو، شكلك خلصت كويس جدا جدا امبارح، شكلك فاهم ما شاء الله الدروس، الكلام الحلو الايجابي مش لازم نعرف فيه، مش لازم انتقده، مش لازم اقارنه، ده صحيح. نقلل الجزئيه دي هيفرق جدا جدا مع اولادنا. صحيح. انت كاب وكام، لما انت كام عامله اكله حلوه، لما جزء الزوج يقول لك او اولادك الله جميله تحفه، هتحبي تعمليها لهم وتنجزي وتبقي مبسوطه جدا جدا. عكس لو قالوا ايه التكراريه، ايه الروتين، كل يوم مكرونه مش عارف ايه، هتحس انك انت متكتفه وعاجزه وانك انت يعني بتشك في نفسك. فاولادنا محتاجين صحيح. الكلمه حلوه، حتى انت كطالب بابا وماما محتاجين شكرا. صحيح. الكلمة صحيح بتفرق. دكتور علي عبد الراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي، بشكر حضرتك يا فندم على المعلومات الجميلة دي، ودايما حضرتك مصدر بهجة وتفاؤل لينا، ونصايح حضرتك دايما بتساعدنا ان احنا نتخطى حاجات كتير صعبة في الحياة. بشكر حضرتك.